ندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره، هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبني هذا زيرو، حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره مرلول وجاهز. صالح انا عندي ويف في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياة ربنا. ازاي؟ انا عندي واحدة صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعة جدعانة وهتعمل معانا واجب ابن لذينة في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينة؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسة. على فكرة هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متأكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مرة، عارف النجمة بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثة دي. ايوه دي. انا استقدر بكذا من قاعد معاكم والله، يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمة نينجا. بالهداوة يا نجمة. الله، كل حاجة تيجي بالهداوة. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفني زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس انا بتاعي. لا لا معلش ماشي، عندك حق يا معلم زيرو. هي بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعه نوصل، ساعه زمن نخلص المسائل. احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو. هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. الله. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربيات ومجرشها ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه، ابويا معاقدني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال. يا ابني الرحاصة. انت متخلف يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال الرحاصة. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي حبيبي يا فنان. والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا طعلوق؟ ليه عرفت العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواية ب 20 جنيه تصلح. خف ايدك خف ايدك شوية. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه. ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمة جاي يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة احنا رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي امك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه. ابويا لا. ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في ضلاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في ضلاب امي؟ انت اهبل يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلو عشان اطلع سكتين الكونتات. خف ايدك يا حبيبي. بيكسر التابلو يا حبيبي. دي حاجه بامير. انت كيف بامير؟ ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ صح. عشان تعرف ان احنا حقنا. صح. قول للغبي ده بالراحه بالراحه. دارت يا سيع دارت. راحة بالراحة. بس 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 استنى استنى، ده المكان.
انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربيه. ها مش هيتاخر، مش هيتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. نشوف. خش خش. معلم بدير اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضو، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش خش. معلم بدير في ناس عاوزينك. نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا واد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا حمك؟ خلاص يا واد، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزين. هات يا عم تبدأ من الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة يا ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه. بك اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح، قتله قتله. بطل يا شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، احنا من الخضه والهويه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس؟ لا سلاح ولا فلوس؟ احمد ربنا احنا رجعنا لسلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسها عشان يروق كده. خد يا عماده. مخدرات دي صح؟ ادوني مخدرات، ادوني حقن. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه، انا بقى مستني اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو، انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم ام الحوار ده حوار يا اول. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مش الجنه بتعيط بقى؟ خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعة يعني لو فيها مشكلة أنا ممكن أروح لرجالة المعلم بدير وهم حبايبي، يعني مش هياكلوا حقيقي. أنت تخلص خالص يا ابني الجزمة، بقول اللي حصل ده بسببك، ده أنت قاعد تشبه على راجل لغاية ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وأنا هتصرف السلاح. تيجي تيجي يا هوا ما تيجي، تيجي 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 نتعلم سوا. ما تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا ضم بينا هنا في تالتة تاني.
شلاطه وزروطه. يلا بينا نهيس سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجوده هو يا زعبوب. يعني هروح فين يا قلب الزعبوب من جوه؟ طب بقول لك ايه، سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له على الجرح. انها الخطيئه، العبي وريهم. يا لوس بالشوكولاته تعالي يا فرصتي. الله على دماغك يا نجم، نظبط سفينة الاسوان وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمل وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسي. ابو الزعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي. حبيب قلبي، كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده، قبل اي كلمات مش تعرفني على مجالك؟ اه ابو اخزه، عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سهلا سهلا. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هي الشقة؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هي الشقة، وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ كانت منية في البقر ده، اوعى كده. خليك معايا يا مسجد معلمين. ثانية واحدة، أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورينا يا رجاله. فيفي مسؤولة الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافر. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استاذ فيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. إلا فيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيمبم؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي بس فيفي هتفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيتش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟ هو أنت عايز ترسمة الأسلحة دي في إيه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. ما قلناش تفصيل بقى قبله. معلش استاذ شيبوب، معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس اطمنوا، ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل اديل صلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشه بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. يلا. اه حلو بقى. لا شكرا. يلا كمل. مش هتكمل. كمل. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه. فيه ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانيه، يعني الثلاثه ب 24 400. هات 30 يا ابني. ما بيقول لك 24 400. شوف في طلق يا حبيبي، طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطه والكلام ده، مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. شوف جنبك. طب هنا احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن داس طيبين وزيرو. يعني ترجع تاخد صوره مع زيرو الاسطوره وفيفي. فيفي اللي جاب لنا السلاح. بتصعب بايه؟ ايه عايز ايه؟ بتصعب ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك وكيل وزاره، ليك عين كمان. رد اتبسط قوي. امسك يا معلم عدهم.
ابوك عيب، الدار امان. البنت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البنت المستورده دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك.